السلام عليكم. زار ولي ولاية بجاية المستشفى الجديد الواقع ببلدي تازملت، وهذا المستشفى اللي بدات عنده 120 سرير وسوف يتحول إلى مركز للاستعجالات الطبية ومركز للاستعجالات الجراحية الطبية إذن. وهو الآن في مرحلة يبقات له غير الأشغال تاع التهيئة الخارجية، وكذلك الأشغال تاع التجهيز، ما زالت عملية التجهيز تاع المستشفى هذا. وهنا نشوف باللي الأشغال حول المستشفى هذا مازال ما تمتش، وهنا جانب من الأحياء السكنية اللي راهي قيد الإنشاء حول هذا المستشفى، حيث أنه يقع في منطقة تاع سكنية جديدة ببلدية تازملت. إذن وشوف هنا يعني الشكل مليق، يعني والم بالشكل نتاع مستشفى، الشكل نتاع مستشفى. وهنا نشوف بنايات فيها 6 5 طوابق. إذن مستشفى مش كبير كبير كتير، لكن يناسب يعني الكثافة السكانية تاع المنطقة. وفيه مستشفيات أخرين في عدة دوائر من ولاية بجاية راهي قيد الأشغال. إذا نترككم مع نهاية الفيديو، والسلام عليكم.